السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في سؤال بيسأل عن الطباعة في برنامج الريفيت، بيجي يطبع بيلاقي الورقة بيضاء أو بيلاقي الشغل مش موجود. طيب خلينا نقول له عايز أطبع، كنترول بي، هتبدأ تظهر لي الشاشة دي. أول جزء خاص بالطبعة نفسها، فبتختلف من طبعة لطبعة. تيجي هنا بروبرتيز وتبدأ تشوف الاختيارات اللي موجودة عندك. الطباعة مثلا بالشكل دوت، أفقي أو رأسي حسب الحاجة، الوان والله ابيض واسود، الاعدادات بتاعتك A3 ولا A4، ولو انت في سكيورتي او حاجه زي كده الديفولت سيتنج. لما تطبع لو هي PDF تظهر قدامك، تمام. الاعداد دي طبعا بتختلف من طبعه لطبعه، فمش هنقدر ندخل فيها بالتفصيل. طيب هنا فايل بيقول لي ايه، لو انا عندي اكتر من ورقه اعملها كومباين واطبعهم في ورقه واحده. في اختيار تاني، لو انا عندي كذا ورقه اطبع كل ورقه لوحديها، تمام. يعني ده هيطلع لي ملف PDF افتحه الاقي كل الورق الشيتات الموجود، وهنا دوت هيطبع لي كل شيت لوحده. طيب لو جيت ابص هنا على الاختيار دوت في برنت رينج، هيطبع لي كرنت ويندو، يعني ايا كان الزوم اللي انا عامله هيطبع كل الشغل، هيطبع كل الدور. هقول له بريفيو، هيبدا يعمل زوم بحيث يظهر لي الشغل كله في اللوحه ديت. معنى كده ان لو في اي جزء بعيد هيبدا يعمل زوم لحد ما يبقى الشغل بتاعي واخد جزء صغير والنقطة البعيدة دي تظهر معايا. طيب في سبول، يعني لو انا عامل زوم على جزء، الجزء ده بس هو اللي تبع. يعني لو انا عامل زوم كده اقول له اطبع واقول له بريفيو، هيبدا بس الجزء اللي انا عامل عليه زوم بس هو اللي يظهر. طيب بعد كده هدخل في سيلكت فيو اند شيت، دي عبارة عن ايه؟ عبارة ان انا بيظهر لي كل الفيوهات وكل الشيتات، وانا اقدر اعمل سيلكت على الحاجات اللي انا عايز تتبع. تلاقي اختيار كرييت سيبريت فايلز ظهر معايا، واقدر اطبع كل واحد لوحده، تمام. طيب هنا بيقول لي انت عايز ترتبهم ازاي، ممكن ترتبهم او تعكسهم زي ما انت عايز، تمام. خلينا نختار مثلا طبعا من دول عدد النسخ اللي انت هتطبعها. طيب السيت اب بيقول لي ايه، هنا ممكن تختار الاعدادات انت عملتها قبل كده مسبقا، السايز بتاعك A1 A3 زي ما انت عايز، السورس اللي هو في الطبعة نفسها. طيب عندي هنا الورقة نفسها لما تيجي تتبع، هل هي سنتر اللوحة بالظبط ولا عايز ترحلها 50 سنتي؟ في العادي بنظبطها سنتر، بس ممكن في بعض الأحيان تلاقي أصلا مترحلة، فبتحاول تعدل الترحيل دوت. هنا بتعمل زوم فيت تو بيش، يعني أيا كان إعدادات الطباعة بتاعتي اعمل فيت تو بيش، املى الشغل ده بالورقة دي، أو ممكن تقول له زوم. زوم 100% لو انا واثق ان فعلا الشغل بتاعي متظبط على A0 وانا بطبع A0، تمام. فهو ظبطها زوم. لو انا مش بطبع تو سكيل بقول له فيت تو بيش. فممكن تكون دي سبب من سبب المشكله، لا اما دي لا اما دي، بس غالبا هي دي، ان حد قال له زوم هو بيعمل زوم على حاجه مش موجوده، تمام. كرنت فيو وزوم، بيعمل زوم على مكان مثلا بعيد شويه، تمام، لان هو مش متظبطه معايا، تمام. فيت تو بيج جربها ممكن تظبط معاك. طيب هنا بيقول لي فيو لينكس ان بلو كلر برنت، تقول لي هيخلي الحاجات اللي هي مسحوبه لينكات تبقى باللون الازرق. طيب هايد ريفرنس، لو انا عندي اي خطوط اللي هي ريفرنس بلان او ريفرنس لاين هتختفي، مش محتاجينها احنا في الطباعه، وده افضل، يعني الاختيار ده انا معايا. في حاجه اسمها هايد ان ريفرنس فيو تاج، بمعنى ايه؟ لو احنا كده بصينا هتلاقي ان انا عندي هنا ده سيكشن وده سيكشن، السيكشن دوت محطوط في قلب شيت عشان كده واخد رقم واسم شيت، التاني فاضي اللي لسه متحطش في قلب شيت. فلما اقول له بريفيو هتلاقي اللي محطوط في قلب شيت هو اللي هيظهر، واللي مش محطوط في قلب شيت مش هيظهر، وده اختيار جميل جدا، بيوفر ان انا اطبع حاجه غلط، تمام. هاي سكوب بوكس، لو انا عندي اي سكوب بوكس بدل ما يظهر مربع ما يظهرش معايا، وهكذا. دي اهم اعدادات الطباعه، هتطبع الوان ابيض واسود رمادي، الجوده بتاعتك، الفيكتور ولا الراستر، الشكل، هتطبعها افقي ولا راسي، وهكذا.